أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أثارت تصريحات وزير المالية السعودية بخصوص تسليم أموال وهبات وأيضا مساعدات بشرط أن تكون هناك إصلاحات الكثير من الجدل والغبار في لحظة حاسمة على كل وسائل الإعلام، لأن الأمر يتعلق بأن تكون المساعدات مشروطة، وهذا بدأ لسبب رئيس، لأننا أمام مشروعين استراتيجيين مختلفين إلى أبعد حد. المشروع الأول والذي انطلق مع الصين وجعل الطريق والحرير مطابقة لرؤية محمد بن سلمان، فأصبح هناك لجنة ملائمة من أجل أن تكون المشاريع أو المشروع الاستراتيجي الأساسي للصين إلى جانب الرؤية. والرؤية اليوم، الرؤية الطريق والحرير، أصبحت كلها تمثل استراتيجية واحدة، وهذا الذي تنعزل عنه مصر من جهة، وأيضا كل من اجتمع في أبوظبي في القمة الأخيرة. وهناك الكويت إلى جانب السعودية، والكويت تعرف جيدا أنها أخذت بعدا عن إسرائيل من جهة، وثانيا أنها تمارس الرؤية الاقتصادية قبلا، وتعرف إلى أين ستذهب الأمور بشكل شديد الأهمية مع الأجندة رؤية محمد بن سلمان والطريق والحرير دفعة واحدة. إذن يبقى الوضع الأساسي ما بين المشاريع الإسرائيلية عن طريق العازي عبر مصر وباتجاه الاتحاد الأوروبي، وهذا شيء معلوم. إذن الغاز الإسرائيلي المصري الأوروبي باتجاه الاتحاد الأوروبي هو الذي يمثل الخلاف المركزي، لأن مصر اليوم لم تعد فقط غير غازية، بل أصبحت منافسة أيضا على صعيد الغاز وعلى صعيد الطاقة والتصدير، وأصبحت جزء لا يتجزأ من مثل هذا المشروع. وهنا نأتي إلى قضية تيران وسنافير. الأمر يتعلق أيضا بزاوية اقتصادية، لأن المشروع من نيوم البحر الأبيض المتوسط اليونان في زيارة محمد بن سلمان لليونان كان واضحا أن هذا الطريق هو الذي سيوصل الأوروبي بغرب آسيا، ومن ثم الصين عبر غرب آسيا نحو أوروبا. إذن طريق محمد بن سلمان بين قوسين، وانطلاقا من يوم وباتجاه البحر الأبيض المتوسط، نجد أمامنا إسرائيل، حائط حقيقي ما بين إسرائيل وما بين مصر. هناك تطور بأربع مرات بالنسبة للغاز المسال، 4% لهذه السنة فحسب، يعني 2021-2022، والآن هناك اقتصاد حقيقي، اقتصاد غاز أصبح يؤثر على المملكة العربية السعودية، لأن السعودية كان لها مرجان هذا المشروع ب 15 مليار دولار، وبالنسبة أيضا لمصر لديها استثمارات، وتحاول أن تضع هذه البحيرة إسرائيل مصر والاتحاد الأوروبي أن تسيطر على هذا السوق، لأن هناك اتفاق لم يحدث لا مع قطر، وأيضا قطر بعد الأزمة التي حدثت في البرلمان الأوروبي، ماذا قال السفير القطري والبيان الرسمي؟ سنتجه باتجاه آسيا. إذن قطر تركز على آسيا وتركت الاتحاد الأوروبي. السعوديين اليوم أمامهم مصر، أمامهم هذا التحالف على صعيد الغاز الطبيعي والغاز المسال دفعة واحدة. لقد أقامت مصر مجموعة من المشروعات بالنسبة لزيادة الغاز المصري، إذ وقعت على 108 من الاتفاقيات النفطية مع شركات عالمية للترقيب عن النفط والغاز، بلغت قيمتها 22 مليار دولار بحد أدنى لحفر 409 من الآبار الاستكشافية، بالإضافة إلى 1,300,000,000 دولار منح توقيع فورية. لذلك فقد حققت صادرات الغاز المصري الآن في 21-22 8 مليارات دولار مقابل نحو 600 مليون دولار
في 2013-2014، في حين تضاعف حجم صادرات الغاز الطبيعي والمسال 4 مرات 400% ليصل إلى 7.2 مليون طن في 21-22 مقابل 1.9 مليون طن في 2013-2014، اللحظة التي سيتولى فيها السيسي حكم مصر. وتضمنت هذه المشروعات على وجه التحديد مزايات 9 مزايدات عالمية للبحث عن النفط والغاز بقيمة 2.2 مليون دولار، بجانب مشروع تنمية حقل ظهر باستثمارات بلغت 15.6 بما يساوي تمام المرجان. إذا لدينا حقل مرجان أكبر من الصباحية لاستخراج النفط والغاز في 2017، ووجهت إليها 15 مليار دولار بسوائل الغاز 360 ألف برميل. الآن 15.6 في حقل ظهر، وهناك أيضا مشروعات تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بتكلفة تصل إلى 9.3، يعني 9 مليارات و300 مليون دولار، و9 مليارات بالإضافة إلى تطوير محطات الإسالة في دمياط وإدكو. وفق معلومات يمكن القول معها أن من الصعوبة قبول مثل هذا الشريك وتحديد لغة المنافسة معه، لأن هذه الشراكات هناك شراكة الطاقة الاستراتيجية لثقل مصر على وجه التحديد. لذلك فالكل كان مع اتفاق أبريل 2018 والحوار الاستراتيجي مع أمريكا في 2019. إذن الاثنين معا، الشراكة مع أوروبا، الشراكة والتعاون أو الحوار الاستراتيجي في 2019 أعطى دفقة عالية في تطوير حقل غزة مار لتوفير حاجة فلسطين من الغاز، وذلك في فبراير 2021. إذن السيطرة الشاملة، لذلك في مذكرة التفاهم هذه بالنسبة لغزة أيضا السيطرة الكاملة على الغاز الإسرائيلي المصدر إلى أوروبا. كل هذا خلق بنية تحتية مصرية بشراكة إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك في هذه الزيادة، اتفاق الزيادة في 2022، بجانب شراكة مع شركة شيفرون العالمية لنقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط بالجملة في حزيران 2022. إذن مثل هذا يعطينا أساسا لماذا هذا التحول في العلاقات ما بين السعودية ومصر، لأن الأزمة أزمة منافس الآن. كيف يمكن حاليا على أقل تقدير، وقد استثمر جزء من هذه الثروة التي يبحث عنها المصري في هذه البنية، هذه البنية مسكوت عنها، هي للجيش، هي بنطاقات استراتيجية بشراكات استراتيجية هائلة، محاولة السيطرة بشكل كامل على شرق المتوسط. شيفرون ومصر هذه الاتفاقية وحدها يمكن أن تلغي الاستهلاك الغازي مستقبلا من أوروبا واتجاه الخليج. سيكون الوضع كله في شرق المتوسط، شرق المتوسط أصبح إسرائيلي مصري على العموم، قد يكون قبرصي يوناني ويحسم هذا، مشروع خطير للغاية قد يؤثر في التوقعات الحالية والتموضعات الحالية للخليج، وهذا بالطبيعة الحال شيء مؤثر. لأن يعني بالنسبة لقطر اليوم تعرف جيدا أن المستقبل ليس مع الاتحاد الأوروبي، وبعد الذي حدث مع البرلمان الأوروبي أصبح واضح أن التوجه بالكامل نحو الصين، وهذا يعرفه القطري ويعرفه أيضا السعودي، والمستقبل كله مع آسيا. سيكون خط البحر الأحمر هو الخط الفاصل، لأن شرق المتوسط سيطرت عليه بشكل كامل مصر، وهذا هو السبب الحقيقي، السبب الخفي في هذا الصراع، هذا واقع الحال. وعندما نتحدث عن الحوار الاستراتيجي والحوار الاستراتيجي 2019، كيف بالنسبة على الأقل السيسي الذي دعمته الدي آي إيه وأدارت انقلابه في مصر في 2011، كان هناك تفاهمات مع الدي آي إيه، لأن المخيف بالنسبة إليهم أن يكون هناك تركيا مصر في هذا الاتجاه، والضغط على الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي رفض ذلك، الأمريكيون تدخلوا في الموضوع،
وكانت هذه الاستراتيجية التي تحارب الآن مع أردوغان، والتي انتقل من خلالها من مصر مرسي إلى ليبيا بترسيم الحدود وغيرها. يعني أن هذه العملية كانت عملية استراتيجية محسومة لدى مرسي في التعاون مع قطر ومع تركيا. وأساساً حصرت قطر لهذا السبب، وحصرت قطر لهذا السبب، وأبعد مرسي لنفس السبب هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تحولت من أنقرة القاهرة إلى أنقرة طرابلس. اللعبة ليست إخوان غير إخوان، كل هذه سفاسف، كل هذا لا يعني شيء في الاستراتيجية. الأمر يتعلق بما أنت عليه من مشروع وما تمس به من المشاريع. الكل يدار بالمصالح وليس بأمور أخرى. الأساس في كل ما يجري أن تركيا كانت تبحث بأي طريق عن الوصول إلى مصر، وعندما لم يتحقق مصر أصبحت في طرابلس ورسمت الحدود. كان يمكن لتركيا مصر أن ترسم الحدود وأن تعزل إسرائيل، كان كل هذا منتظرا. وبعد عزل مرسي وجدنا حصار قطر فوري، وجدنا أيضا حصار تركيا في العالم العربي وحرب تجارية ضده. إذن كل المحور كان تحت نفس الإجراءات. هذا يعني الكثير. اليوم لدينا المشروع المضاد، المشروع المضاد والذي كان يدعمه إلى وقت قريب السعوديين وغيرهم. كان واضحا أن مصر لأسباب لها علاقة بالنظام الديني في المملكة العربية السعودية، وواضحا أن الإجراء تم عبر محمد بن سلمان. لم يعد مسألة الخوف من الإخوان لأن هناك وهابية تحكم إلى آخره والصراع، لم يعد الأمر على هذا الشكل، أو الخوف من نموذج آخر إسلامي في مقابل السعودية، كل هذا انتهى وكان له ثمن ودفعه الخليجيون. المشكل كله الآن أن هناك تنافس أساسي ما بين مشروع اليوم ب 22 مليار دولار، مصر تحتاج إلى 17 مليار دولار، وهذا لحل مشكلتها لثلاث سنوات. الأمر يتعلق ب 22 مليار دولار الآن في الغاز، ولكن لا أحد يريد إثارة هذا الموضوع أمام مشروع استراتيجي دخل إليه الجيش وترك الشركات للسعوديين وإلى آخره. لكن بالنسبة للسعوديين كيف يأتي ويشتري شركة هي الآن استهلاكية عادية وأمام أزمة اقتصادية، ويعني لن يكون هذا استثمار. الاستثمار الحقيقي هو استثمار لشيفرون، واستثمار مصر لشيفرون. الحقول الغازية التي أراد السيطرة عليها الخليجي والدخول إليها والاستثمار من خلالها، وهكذا يمكن الوصول إلى أن ما يجري الآن في أبوظبي، لأن الإمارات العربية المتحدة كانت وهي غير متوسطية، ورغم ذلك هي ضمن مشروع منتدى غاز شرق المتوسط لسبب واحد، لأنها اشترت من جهة أولى الحقول، استثمار في الحقول المسمات إسرائيلية، وبعدها أصبحت جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. فاستدعاء السيسي إلى أبوظبي وكل هذا من أجل التسوية الغازية، لأننا أمام أكبر مصدر للغاز والذي أبعد من سوق الاتحاد عموما، من الاتحاد الأوروبي، وتوجه نحو آسيا. وبعد هذه الأزمة مع البرلمان الأوروبي أصبح لا يلتفت كثيرا إلى أوروبا. إذن لدينا أمير قطر، لدينا العضو الرئيس وغير المتوسطي في المتوسط عبر الأبار الإسرائيلية وضمن هذا المشروع، وهذا المشروع على الأقل تحت السيطرة الإسرائيلية الإماراتية بشكل كامل، وهذا يرغب من خلاله الإمارات السيطرة على سوق الاتحاد الأوروبي. الأمر يتعلق الآن بمساطر لا يمكن لأي دولة. الدولة كما درسنا في أول بداياتنا، الدولة لا تفلس،
الدولة تحول ديونها إلى عشرات الأجيال القادمة، ولكنها لا تفلس. الدولة لا تفلس مهما كانت الشركات تفلس، الدولة لا تفلس. إذن أمامنا هذه الانطلاقة الأولى، والثانية أن الإمارات لا يمكن بأي حال أن يفشل السيسي، لأنه إن فشل سقط مشروع بكامله لغاز الشرق المتوسط، لأن إسرائيل لن تسمح بذلك، لن تسمح به الإمارات، لن تسمح لهذه البحيرة اليوم التي أبعدت تركيا وتحاول إبعاد السعودية ولجأت السعودية إلى الصين، كل هذا شيء معلوم. لكن بالنسبة لمحمد بن سلمان، ما بعد اليوم لابد أن يكون فيها تيران، لابد أمامه أن يكون تيران، ومن ثم هذا الخط الاتصالات ونقل المعلومات إلى اليونان. كل هذا لا يريد على الأقل الإماراتي والإسرائيلي والمصري أن يسمح لمحمد بن سلمان بهذا الاختراق. لذلك الكل جرى تعقيده من تسليم تيران وأيضا باتجاه الغاز، وهذا يخدم أمريكا لأنه يوقف مشروع رؤية بن سلمان والطريق الحرير الصينية. إذن أمامنا هذا التصور بشكل واضح للغاية، لتأكيد أن غاز مصر هو الذي خلق المشكل، وهو يمثل صراع مشاريع، وهذا جزء من الصراع، جزء من الصراع كان لابد من التطرق إليه لفهم لماذا وزير التجارة اليوم يتحدث عن إصلاحات. الإصلاحات تعني مباشرة تحويل مشاريع السيسي إلى ما يطابق رؤية محمد بن سلمان والطريق والحرير الصينية. هذا هو الذي هو واضح على الطاولة، يعني أن الأمر يتعلق بمحاولة فرض الإشراف على مشروع السيسي وتضمينه ضمن خطة تبدأ من بكين الرياض وإلى الاتحاد الأوروبي، في نفس الآن الذي لا يرى فيه الآخرون مثل ذلك، خصوصا شيفرون، لأن شيفرون دخلت في شراكة مع مصر، مع الدولة المصرية. شيفرون ومصر بمعنى أمريكا ومصر، ومجرد أن توقع عقد شراكة استراتيجية الآن سيسي مع إسرائيل، وشراكة استراتيجية مع شيفرون، أمريكا إسرائيل ومن ثم مصر، وهناك في منتدى شرق المتوسط رئيس الإمارات العربية المتحدة، لنفهم لماذا أساسا هذا الصراع اليوم، لأن الأجندة اختلفت، والكل يرى كيف يمكن الذهاب بعيدا باتجاه أن تصبح السعودية غازية، وكيف يمكن لهذه المشاريع المتوقفة لمرجان في مقابل ظهر وهكذا. فالصراع قوي، ومصر دخلت إلى نادي المصدرين للغاز، هي لم يعترف بها بعد لكنها قوية بما يكفي لإحداث ضمانات. ولذلك قال أن أزمة الدولار ستتجاوز، لأن المسألة مسألة فارق زمن أمام الشراكة مع شيفرون، أمام الشراكة في قضية الغاز. ولو كان هذا العام عاما باردا جدا لكانت مصر قد حلت جزءا من مشكلتها، لكن هذه السنة انخفضت أثمان الغاز لأن أوروبا كان وضع مناخها ساخنا، فما بين 6 إلى 7 مليارات دولار سقطت في هذه الفرصة، وهذا الذي يجعل من الأمور أعقد بكثير مما يمكن تصوره. وهكذا يمكن معرفة لماذا الصراع ما بين محمد بن سلمان وما بين السيسي. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.